ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا الناس على واحد نص مثال مغربي شعبي قح اللي هو من حد دقاقي بيناتنا غنقولوا لكم، وهي تزيد في البيض. ولكن بيني وبينكم شكون اللي كتزيد في البيض؟ واش الدجاجة ولا الحكومة؟ لا بغيتوا تعرفوا شكون اجيو معايا. السلام ورحمة الله. الشباب بخير؟ الله يلاه بخير الحمد لله. أنا نعطيك واحد نص مثال شعبي قح مغربي وتكمل لي النص الآخر. قال لك من حد دقاقي وهي تزيد البيض. البيض ياك هذا هذا البيض هذا البيض هذا. شكون اللي كتزيد دابا في البيض؟ واش الدجاجة ولا الحكومة؟ بالنسبة لي أنا هذا البيض دابا راه ولا في الحكومة دابا، ما بقاش الدجاجة. الحكومة اللي ولات كتزيد في البيض. ما بقاش الدجاجة دابا تتبيض هي، الحكومة دابا اللي ولات تتبيض دابا حاليا. وكتزيد فيه. ودابا حنا راه بلاينا الزيادة دابا راه في الحكومة دابا شنو؟ واش عزيز عليك أنت البيض الرومي ولا البلدي؟ بيني وبينك. عزيز عندي بجوج بيهم، ولكن دابا حاليا ما حملتوش كاع حيت غلا حيت غلا دابا زاد بكل تواضع. بالرجوع دابا ولا داير دابا راه ولا دابا 30 ريال ومي غيوصل رمضان شحال ولا ب 40 زاد 10 والمسلوق غيولي ب 60 ريال 60 ريال اول حاجه تنقول لهم بعدا شوف هذا الشيء اللي تديروا راه والله ما خدام ما رد فهمتيني ما خدام ما ردام ما خدام ما ردام من الاخر شكون انت واخا يكون بنادم خدام وردام راه ما خدام ما ردام ملي النص الاخر من حد دقاقي هي تزيد في البيض هذا البيض هذا هو هذا شكون اللي زاد فيه دابا هذيك الحكومه ديالنا الحكومه هي اللي زاد فيه ماشي الدجاجه لا الدجاجه راه معذوره معذوره الدجاجه واش عزيز عليك حتى البيض البلدي ولا الرومي لا البلدي البلدي شحال دابا داير البلدي سمعت وقال داير اليوم 26 لا ذاك راه داير 54 البلدي 54 البلدي والرومي صباح صباح وقال داير 26 26 هذه خدينا ب 30 ريال تم والخير ما عرفت انا سمعت 26 دايره ودابا حنا الابواب على رمضان شحال غتولي دايره دابا هذا الرومي هذا شحال غدير دابا دير 30 شحال غيولي دابا وراه على حسب لا حنا لا حنا لا كان الشعب سميتو وقف وضر راه غادي 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 تكون غينقصوا منه غادي شي كلو بكلمه لا كان عندهم لا ما هضرناش ما ينقصوش والو رئيس الحكومه عادي ما عندي ما عندي ما نقول لي ما عندك ما تقول لي ما عندي ما نقول لي رباني اخويا رباك عندك واحد نص مثال شعبي مرحبا. مغربي مرحبا. وتكمل لي النص الاخر مرحبا قيا مرحبا من حد دقاقي وهي تزيد في البيض هذا البيض هذا البيض هذا وهي شكون اللي كتزيد فيه الدجاجه ولا الحكومه الحكومه هي اللي كتزيد في البيض هي اللي كتزيد في البيض ما بقات دجاجه ما بقاتش وعزيز عليك واش مسلوق ولا اومليط عزيز عليا اومليط 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 بلدي ولا رومي لا عزيز عليا الرومي وبزاف اللي باش غنوصل انا للبلدي راه داير 50 ريال غالي وغالي وهذه حتى هي ولات دابا ب 30 وهنا هذا منهك منكر يعني دابا رمضان على الابواب شحال غتولي البيضه دابا 30 ريال هذه دابا 30 راه غتولي واحد 36 ولا 40 حتى هي غتولي ب 40 علينا الله يهديه الله يهديه على المجتمع كامل الله يهديه الله يهديه راه حنا ضعفاء تحت الله هاك هذه البيضه بسم الله ديريها مع مطيشه مثل مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر من حد دقاقي فقوعو حما من حد ذاك دقاقي ولا الحكومه كتزيد والحكومه كتوعد فينا كتزيد في البيض وي واش الدجاجه ولا الحكومه والحكومه والفساد السياسي والفساد الرياضي واش هي الفراقات فهمتي بكل صراحه قاد ديال المعقول قاقا وكاين قاقا وثاني ديال الله يا ربي الله غير كيما كتقول لي كتقاقي راه فعلا شي راه ريحه عطات دابا كاينه كتقاقي وكاينه قاقا قاقا ورمضان جاي غتقاقي اكثر من الدقاقي اللي كنقولوا حنايا الله يستر هادي الله يا ربي الله دابا شكون اللي عزيز عليك انت واش البيض البلدي ولا الرومي؟ البلدي هو اللي مزيان مع زيت العود وراكم بجوجهم كيقاقيو بجوجهم كيقاقيو وشنو باش بالغلاق وماشي هاد الغلا راه الهبال هذا اش من الغلا دابا راه شوف راه الله يستر صافي دابا هي بيضه دايره 30 ريال هادي روميه ومنين دابا غيقرب رمضان شحال غدير دابا؟ فيها شي 10 دراهم ثاني راه هي هذيك راه تقاقيه ديال المعقول غتولي كتقاقي ب 40 واه تقاقي ب 40 تقول دابا راه مصيبه هاد البيضه ملي كان كما نقولوا هذه كتقاقي واحد الوقت كان كيجيب الانسان يجيب ثلاثه مع ميتيشا ياكل مع وليداتو دابا راه لان دابا تقاقا دابا اللي درتي البيض وماطيشه راك لاباس عليك لاباس عليك دابا راه دابا قضيه تقاقا دابا ماشي نقولوا كتقاقي راه قضيه تقاقا دابا مثلا المغربي الشعبي قح وتكمل لي النص الاخر من حد تقاقي وهي كتزيد في داك الشيء الاخر اش كيقولوا لي البيض البيض هذا 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 شكون اللي زاد فيه واش الدجاجه ولا الحكومه لا هذا زاد فيه واحد السيد اللي بغانا نخويو البلاد واقيلا بقى فيها بوحده
هذا زاد فيه واحد السيد اللي بغانا نخويو البلاد ويبقى فيها عاب وحده. هو اللي زاد فيه؟ هو اللي زاد فيه، يعني منين غادي تزيد لي اليوم في بيضه؟ بعد غدا الدجاجه بشحال غتولي؟ وبعد غدا اش غنوليو ناكلو؟ انا راه قلت لك هاد رمضان يدوز عب الصوب احسن، والله العظيم يدوز عب بالبوله والسميده حسننا من هاد الشيء هذا. الى لقيتيها؟ الى لقيتيهم. اما بالنسبه للناس اللي ضعيفه وما عندهاش وما متمكناش باش غتمشي تشري هادي اسمها بيضه، وداك الانسان اللي زاد فيها ماشي حشومه يزيد في هاد البيضه، ما يدوش فيها هي، زادوا علينا حنا، حيت حنا المواطن ضعيف، عندنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وانت كتاكل البيض الرومي ولا البلدي؟ انا ما خلاو لي دابا لا منا كل رومي لا رومي بكل تواضيع دابا بكل تواضيع بلا بلدي لا خلاو لنا ما ناكلو دابا والو ما والو. اش كيبان لك انت؟ شي رساله، شي رساله. الرساله اللي غادي نقول اليوم ارحل